شنو يا اخينا ده؟ ما بتشوف قدامك ولا شنو؟ انا دي ما اشوف قدامي، الحين طالع علي من شارع فرعي لشارع رئيسي تقول ما تشوف قدامك؟ ايش الحكي يا الهي من الصباح يا جماعه، خلونا نروح الاشتغال، افتحوا الطريق، خذوا سياراتكم. يا جماعه الخير صلوا على النبي، كل بلوى دون الموت عافيه، تصالحوا الصلح خير، الدعوه حديد في حديد. ايش رايك يا اخوي؟ انا اقول خلنا نتصالح ونفتك. والله كان علي انا ما عندي اي مشكله، وقلت لك الكلام ده هسه ده خلاص حلو. يلا الناس دي سامعين الكلام ده، قلت لك الكلام ده هسه ده، لكن لازم يجي المرور هنا ده عشان يكتب لنا التقرير. طيب ما اختلفنا، خلنا نخر السيارات وننتظر المرور الين يكتب التقرير. هذا هو الراي. يلا هذا هو الراي. يلا يلا يا شباب، اخروا اخروا.